أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أن نجاح معهد الإدارة العامة في التعاون ومد آفاق شراكاته دوليا بإطلاق برنامج ماجستير الإدارة العامة يأتي مواكبا لتحقيق محور التنمية البشرية بوصفه أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة ومحققا لأحد متطلبات تطوير القيادات وإعداد وتأهيل الصف الثاني منها. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة تفضل صباح اليوم فشمل برعايته الكريمة بحضور سعادة مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الفرنسية الصديقة السيدة ناتالي الوزو حفل تدشين برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي أطلقه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة إكس مارسيليا الفرنسية، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية المحلية مع جامعة البحرين وتمكين. وقد أكد معاليه بهذه المناسبة أن ربط الخبرة العملية بالمعرفة العلمية والأكاديمية أصبح أمرا ضروريا يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية من جهة وتطوير أداء منتسب قطاع الخدمة المدنية من جهة أخرى، وهو ما يعود بالفائدة حتما على تحقيق الكفاءات المنشودة للأجهزة الحكومية المختلفة. وأشاد معالي بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطوير الكوادر الحكومية وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وقدراتهم، خاصة وأن برنامج ماجستير الإدارة العامة يهدف إلى تطوير كادر جديد من موظفي الخدمة المدنية لتحسين نوعية الخدمة العامة المقدمة للمواطنين ورفد الجهاز الحكومي وموظفي الخدمة المدنية بمهارات ومعارف في مجالات رئيسية. من جانبه توجه سعادة مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور رائد محمد بن شمس بجزيل شكره وتقديره إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة على دعمه المستمر واللامحدود للمعهد، وأشار إلى أن برنامج ماجستير الإدارة العامة يعد جزءا لا يتجزأ من البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الحكومية الذي يتخذ من المواطن محورا له، ويأتي محققا لاستراتيجية المعهد في دعم صناعة السياسات الحكومية المبنية على الأدلة والبراهين وحل المشكلات من خلال البحث العلمي. كما أكد سعادته أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال دعم مجالات البحث العلمي في الإدارة العامة، إذ كان لها السبق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تأسيس واحتضان شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة منبار.